واتساب لا فامي، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم اليوم فيديو جديد في بلاصه جديده مع ناس جداد. المهم كما تشوفوا الكاليتي ديال الكاميرا غتكون ناقصه شويه حيت كاين الضباب بزاف، خصوصا هاد النهار ولا يومين من البارح كان الجو واعر بزاف، كانت الشتيوا، كانت الضباب، داكشي علاش حنا دابا كاين في واحد المنطقه في زاكورة خصوصا في السونتر، ولكن دابا كاين في الواد مع شي دراري من العائله، داكشي علاش. المهم كما غتشوفوا دابا غنوريكم عباره عن سينيماتيك الواد كيف داير والاجواء كيف دايره هنايا في مدينه زاكورة خصوصا حدا الواد. بيس. رجعنا عاوتاني. المهم دابا ضربنا واحد الطويره هنايا في الواد. المهم دابا ان شاء الله غادي نتحركوا ديريكتوم للطا، ان شاء الله غنشوفوا الاجواء كيفاش غتكون، مع العلم بان الجو اليوم هو واحد الجو اللي هو متيتس بزاف، طاحت واحد الشتيواري هي مزيانه بزاف. خرجنا مع الدراري بدلنا الجو شويه حيت بقينا غامقين في واحد الوقيته ما كنخرج ما والو، كنبقى غير في الدار. اللهم احسن حاجه الانسان هو يبدل الجو، يشوف مناطق زوين اخرين، يشوف بلايص زوين اخرين، يشوف الطبيعه الخلابه اللي كاينه هنايا في مدينه زاكورة، يشوف اجواء اللي هي جديده بزاف، ماشي يبقى غير في نفس الريتم في نفس الشخصيه ديالو، يتبدل في بزاف ديال الحوايج. المهم احسن حاجه هي هذه، غبرت بزاف على لي فلوق حيتاش فريمون ما كاينش داك التفاعل اللي كتبغي نتايا لخاطرك وكتبغي الناس اخرين، داكشي علاش. المهم واحد الدريلي قال لي ما كاينش ما غبرتي وهادي وهادي، قلت علاش لا ما ندير واحد لا فيديو دابا عباره عن سينيماتيك خفيف شويه ظريف، واخا ما غيكونش طويل بزاف، ما غتكون شي حاجه اللي هي سبيشال، نبدلو بزاف ديال الروتين خصوصا حيتاش كتبقى فواحد الحاجه اللي انت ديجا ما مولفهاش وكتبغي تغيرها في الشخصيه ديالك، كتجي شويه في شي شكل، خصوصا بالنسبه للي فيديو اللي كندير ديجا كندير فيديو، كاين واحد الكوراج، كاين واحد التحفيز شويه مع الناس، مع اليوتيوب بحد ذاته، مع لي فيديو، مع بزاف ديال الحوايج. المهم ان شاء الله كنتمنوا اننا ندوز واحد النهار اللي هو زوين، النهار اللي هو بوغوس، مع العلم باننا ما غنديروش شي حاجه اللي هي سبيشال. يلا حنا دابا كاين حدا سينديباد دابا طلعنا، ودابا غنمشيو ان شاء الله ديريكتوم وغنمشيو للدار حيت جلسنا شحال، جلسنا وقيلا شي ساعتين ولا 3 سوايع حنا جالسين حدا الواد، خصوصا داك الحاجه اللي ما كتكونش في المدينه بحال البحر بحال داكشي كتلقاها خصوصا في الواد، حيت داك الشحنات السلبيه كتحيدهم عندنا حنايا هنا في الواد في زاكورة، ماشي بحال المدن الاخرين. هذه الحاجه اللي هي مزيانه بزاف، الدراري كيلعبوا كره هنا كيلعبوا الفوت، غادي نغيروا السيستيم ديال الحياه ديالنا بزاف ديال الحوايج، مع العلم بان هشام غادي يرجع كوراجو، غادي يرجع مزيان، غادي يرجع لليوتيوب، غادي يرجع لي فيديو، غادي يرجع بزاف ديال الحوايج. المهم غتسمعوا دابا الصداع حيت الدراري كيلعبوا كره هنايا، المهم ان شاء الله غادي نمشيو بحالنا. هذه هي احسن حاجه غندير في حياتي هي انا نمشي بحالي حيت شعيت بزاف. انت سلام تابونا تابونا عند خويا هشام. دابا كيف ما
شفتوا الاجواء كيفاش دايره هنايا في منطقه زاكوره، كتشوفوا الدراري شويه كيشوفوا كاز الكاميرا كيعجبهم الحال، شخصيه كتكون زوينه. احسن حاجه في الفلوجر هي انك كتحس بواحد الاحساس اللي هو زوين بزاف مع الناس بزاف. خايف اللي هو زوين بزاف حيتاش كتتعرف على ناس جداد، غير كيشوفوا كاز الكاميرا كيقولوا هذا راه شي شخصيه مهمه، ما علينا بانك باقي ما وصلتيش لديك الشخصيه اللي هي غتكون هي مزيانه. المهم صبروا عليا، اي حاجه قلت لكم صبروا عليا، حيتاش فريمون شحال ما فلوغيت شحال ما زيد الكاميرا غادي نحس بواحد الاحساس اللي هو فشي شكل بزاف اللي هو واعر. بليز المهم كما غتشوفوا دابا حنايا دابا كاين في الزاويه الناصريه، اسمك حي الناصري. المهم حنا دابا كاين في الحي الناصري كندير فيها بحال ما عرف الطريق. المهم دابا قربنا للدار غادي نمشيو نكملوا ان شاء الله، ونفوت ونفوت حتى نمشيو للدار، ومن بعد غادي نتحركوا بحالنا ان شاء الله. يلا بليز. المهم اخيرا وصلنا دابا للدار، ضربنا واحد الطريق اللي طويله بزاف، دابا غنمشيو ندخلوا دريك للدار ان شاء الله، وغنكملوا لا فيديو ديالنا من بعد ملي غنخرجوا من الدار. يلا بيس، غنخرجوا دابا ندخلوا دابا الفيديو. نسيت الا كنتي اول مره كتشوفني كنتمنى انك كتعفط على ديك سبسكرايب، الا كنتي ثاني مره كتشوفني كنتمنى انك ديك لايك ولا بارطاج باش خوك يفرح.